الرئيس السيسي يؤكد حرص الدولة على اتباع أرقى المعايير في انتقاء أفضل المتقدمين للوظائف العامة. روسيا تقول إن كل الطرق المؤدية إلى باخموت باتت تحت السيطرة، وزلنسكي يؤكد صعوبة الوضع حول المدينة. قبيل جولة في أربع دول إفريقية، الرئيس الفرنسي يعلن عن تبني نموذج جديد للشراكة مع إفريقيا. أهلا بكم، نشرتنا تأتيكم من النيل الأخبار. وفيها أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص الدولة على اتباع أرقى المعايير العلمية والفنية والنفسية والصحية في انتقاء أفضل المتقدمين للوظائف العامة وإعدادهم وتأهيلهم على جميع المستويات وفقا لأحدث وسائل وبرامج التدريب. شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جانبا من اختبارات المتقدمين للالتحاق بعدد من الوظائف في الهيئات التابعة لوزارة النقل، وهي الاختبارات التي تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية لتعزيز جهود اختيار أفضل الكوادر والكفاءات من المتقدمين. وفي ذلك الصدد أكد السيد الرئيس حرص الدولة على اتباع أحدث المعايير العلمية والفنية والنفسية والصحية في انتقاء أفضل المتقدمين للوظائف العامة وإعدادهم وتأهيلهم على جميع المستويات وفقاً لوسائل وبرامج التدريب الشاملة، مشيراً إلى أن ما تواجهه مصر من تحديات يتطلب إعداد أجيال وكوادر على مستوى مرتفع من الكفاءة، وكذلك بذل أقصى جهد لإعدادها بما يتواكب مع الخطط الطموحة للدولة لتحقيق التنمية الشاملة والتقدم في جميع المجالات على يد أبنائها من الشباب. شاكرين جدا. سنة طيبة. أشاد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالعلاقات الثنائية بين البلدين. وقال الشيخ تميم إن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في حجم الاستثمارات القطرية في مصر. مراسم استقبال رسمي بالديوان الأميري لرئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي من نظيره القطري الشيخ خالد بن خليفة. سعادة وترحيب بالضيف المصري في زيارة هي الأولى للأراضي القطرية. وفد رفيع المستوى يشارك من الحكومة المصرية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك ومضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين. العلاقات القوية عكسها ترحاب الأمير تميم برئيس الوزراء المصري، وحمله تحياته للرئيس عبد الفتاح السيسي مثمنا حضور فخامة الرئيس لافتتاح بطولة كأس العالم، واصفا إياها برسالة مهمة تؤكد ما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تطور وحرص قطر على زيادة حجم استثماراتها في مصر في مختلف القطاعات. ومن هنا عرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جهود الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتعزيز دور القطاع الخاص، مؤكدا الترحاب دوما باستثمارات الأشقاء القطريين في مختلف القطاعات في مصر، ناقلا رئيس الوزراء تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه سمو الأمير تميم بن حمد وتمنياته بدوام الرخاء والازدهار للدولة القطرية. توافق بين الشركاء المصريين والقطريين خلال جلسة المباحثات الموسعة التي ضمت وفدي البلدين، زيادة فرص الاستثمار والاتفاق على عقد منتدى الأعمال في الربع الثاني من العام الجاري لتمهيد الطريق أمام الاستثمار من كلتا الدولتين. وتسعى قطر خلال المباحثات للدخول بقوة مع مصر في مجال التصنيع الدوائي والمناطق الحرة والفنادق والأنشطة الإنشائية والعقارية المختلفة. وبحضور رئيسي وزراء البلدين تم التوقيع على اتفاقية إزالة الازدواج في الضريبة على الدخل ومنع التهرب الضريبي، بما يمهد لتشجيع مناخ الاستثمار وتقليل العبء على رؤوس الأموال، وبما يسهم في تعظيم قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية.
زيارة مهمة وقوية تعكس آمال البلدين في علاقات جيدة بينهما وزيادة فرص الاستثمار وحجم التبادل التجاري وراء بالصدع العربي بما يجعله صفا واحدا أمام الأزمات الدولية والعالمية. من العاصمة القطرية الدوحة، حماد العربي، النيل. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لمؤازرة الشعب التركي في المحنة التي يمر بها، مؤكدا أنه يحمل رسالة تضامن إلى تركيا قيادة وشعبا. لأول مرة منذ 10 سنوات في مسيرة العلاقات المصرية التركية يقوم مسؤول مصري رفيع المستوى بزيارة تركيا. ففي مطار أدنا وصل سامح شكري وزير الخارجية في زيارة هدفها الأول إطفاء الطابع السياسي على الدعم المصري المقدم لتركيا في كارثة زلزال. وفي ميناء مرسين شهد وزيرا الخارجية المصري والتركي تسليم شحنة المساعدات الإغاثية المصرية السادسة. وانتهز شكري الحدث للتأكيد على رغبة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في استعادة علاقات البلدين لمسارها الصحيح. لقائنا أيضا أتاح الفرصة للحديث فيما يتعلق باللقاء الإيجابي الذي جمع بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة الرئيس أردوغان، والذي فتح المجال لمسار من التواصل فيما بين المؤسسات الحكومية في البلدين، مسؤولية الملقاة على عاتق وزيري الخارجية للسير قدما في مسار استعادة طبيعة العلاقات المصرية التركية. وفي الجانب التركي أكد وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو رغبة أنقرة في فتح صفحة جديدة مع القاهرة. تطور العلاقات بين تركيا ومصر سيكون له فائدة كبيرة للطرفين، ولكن ليس فقط بالنسبة للبلدين، وإنما له فائدة كبيرة جدا في استقرار ورفاهية وتنمية المنطقة بأكملها. وفي جولة بالطائرة تفقد شكري بمصاحبة نظيره التركي المناطق المنكوبة بالزلزال. هكذا جاءت زيارة سامح شكري وزير الخارجية المصري لتركيا زيارة اكتسب الجانب الإنساني فيها أهمية كافية لاستعادة علاقات البلدين طبيعتها التي ربطت الشعبين التركي والمصري بأواصر التعاون والمودة. وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة للمجلس على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لعام 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة. دعم صناعة الهاتف المحمول وتوطين الصناعة المحلية أحد أهم الأهداف التي تسعى الحكومة لتحقيقها من وراء التقدم بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة. وعلى ذلك يهدف مشروع القانون إلى إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وأكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك إعفاء المنتج النهائي لهذه الأجهزة المصنعة محليا من هذا الرسم، فيما يبقى هذا الرسم مفروضا على الهاتف المحمول ومكوناته التي يتم استيرادها بغرض التجارة. المجلس وافق على مجموع مواد مشروع القانون وأرجى أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة لاحقة. كذلك وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من أكثر من 10 عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج. ويأتي مشروع القانون في إطار تتبع الأثر التشريعي لمشروع القانون القائم، حيث تبين من الواقع العملي عدم كفاية المدة المقررة للاستفادة للمصريين بالخارج من هذه المبادرة، ومن ثم جاء مشروع هذا القانون الذي يهدف إلى مد المدة المحددة للموافقة الاستيرادية التي تسمح للمصريين بالخارج باستيراد سيارة للاستعمال الشخصي معفاة من الجمارك لتكون 5 سنوات بدلا من سنة واحدة. المجلس وافق كذلك على مجموع مواد مشروع هذا القانون وأرجى أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة لاحقة. موافقة مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة تأتي في إطار الحرص على دعم صناعة الهاتف المحمول وتوطين الصناعة المحلية، كما أن موافقة المجلس على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج تأتي بهدف تحقيق أقصى استفادة للمصريين المقيمين بالخارج من أحكام هذا القانون.
من مجلس النواب محمود إسماعيل النيل. قام وزير الداخلية بتكريم عدد من أسماء الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة وتسليمهم الأنواط التي صدق رئيس الجمهورية على منحها لهم. منح وسام الاستحقاق من الطبقة الثانية اسم الشهيد عميد محمد جمال. قام السيد محمود توفيق وزير الداخلية بتكريم عدد من أسماء الشهداء والمصابين بتسليمهم الأنواط التي صدق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على منحها لهم، تقديراً لما بذله أبناؤهم من عطاء في سبيل الوطن وما قدموه من تضحيات بأرواحهم حتى ينعم بالأمن والاستقرار. من حنوط الامتياز من الطبقة الأولى اللواء. التكريم تم في احتفالية أقامتها وزارة الداخلية بهذه المناسبة، وشملت منح المتميزين من رجال الشرطة الأنواط المختلفة التي صدق رئيس الجمهورية على منحها لهم، تقديراً لدورهم في أداء رسالة الأمن السامية وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في ربوع الوطن. وخلال الاحتفال أشاد السيد محمود توفيق وزير الداخلية بما يبذله رجال الشرطة من جهود وما يقدمونه من تضحيات لتحقيق رسالة الأمن، موجها التحية والتقدير للمصابين ولأرواح الشهداء، ومشيرا إلى أن تضحياتهم ستظل محل فخر واعتزاز للجميع. وأكد وزير الداخلية أن تكريم النماذج المشرفة من رجال الشرطة يعد تكريما لجميع العاملين بجهاز الشرطة، ويأتي ضمن أسس ومناهج العمل بوزارة الداخلية تقديرا لجهود المتميزين لتحفيز الجميع لبذل الجهد وتطوير المهارات وتنميتها للارتقاء بمستوى الأداء في مختلف مجالات العمل الأمني. هذا التكريم لأسماء الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة إنما هو حافز لبذل المزيد من العطاء وتطوير الأداء للارتقاء بمعدلات الأداء الأمني الذي يرسخ لدعائم الأمن والاستقرار. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة مغلقة بشأن الأوضاع في فلسطين المحتلة. يستمع خلالها الأعضاء إلى إحاطة من منسق الأمم المتحدة للشرق الأوسط تنور وينسلاند بعد طلب من الإمارات العضو العربي الوحيد في المجلس. كان مجلس الأمن قد عقد الأسبوع الماضي جلسته الشهرية وأصدر خلالها بيانا رئاسيا بشأن الاستيطان. تعهدت الدول المانحة تقديم 1.2 مليار دولار خلال مؤتمر المانحين في جنيف بهدف مساعدة الأمم المتحدة في إيصال المساعدات هذا العام إلى ملايين الأشخاص الذين يعانون الجوع في اليمن. في إطار الجهود الدولية الرامية لتقديم المساعدات الإنسانية لليمن، تعهدت الدول المانحة بتقديم 1.2 مليار دولار بهدف مساعدة الأمم المتحدة في إيصال المساعدات هذا العام إلى ملايين اليمنيين الذين يعانون من الجوع. وبحسب خبراء يعد هذا الرقم هو الأدنى من 4.3 مليارات دولار تسعى الأمم المتحدة إلى جمعها من الدول المانحة في مؤتمر عقد في هذا الشأن في جنيف. المنظمة الدولية أعربت عن أملها بإمكان أن يرتفع المبلغ إلى 2 ملياري دولار بحلول نهاية الأسبوع. ويعد مؤتمر المانحين لليمن الذي عقد في جنيف هو السابع الذي ينظم خلال عدة سنوات، وتأمل الأمم المتحدة في تخصيص المؤتمر المقبل لإعادة الإعمار بدلا من مواجهة خطر المجاعة. يسعدني أن أقول إن لدينا 31 تعهدا تصل قيمتها إلى نحو 1.2 مليار دولار. إذا تمكنا من رفع الرقم إلى 2 ملياري دولار بحلول نهاية الأسبوع سيكون ذلك رائعا. وبحسب الأمم المتحدة سيحتاج ثلث سكان البلاد إلى شكل من أشكال المساعدة خلال هذه السنة، وتسعى المنظمة من خلال ندائها إلى تقديم المساعدات لنحو 20 مليون شخص. وخلال العام الماضي حصلت الأمم المتحدة على أكثر من 2 ملياري دولار، ما سمح لها بمساعدة نحو 11 مليون شخص في اليمن لتوفير الغذاء والمأوى لهم فضلا عن التعليم.
حذرت وزارة الدفاع الروسية من أن الولايات المتحدة تخطط لاستفزاز في أوكرانيا باستخدام مواد كيماوية سامة في أوكرانيا، وتحمل روسيا مسؤولية الأحداث. صرح قائد قوات الحماية من الإشعاع والكيماويات والبيولوجيا التابعة للقوات المسلحة الروسية إيغور كيريلوف أنه تم إيصال مؤثرات عقلية إلى مدينة كراماتوريسك بدونباس تحضيرا للاستفزاز الغربي، لافتا إلى أن حلف الناتو يستعد لتزويد أوكرانيا ب 600 ألف جرعة من ترياق المواد السامة. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا لن تستأنف المشاركة في معاهدة خفض الأسلحة النووية ستارت مع الولايات المتحدة إلى حين تستمع واشنطن إلى موقف موسكو. وأضاف بيسكوف أن موقف الغرب الجماعي بقيادة الولايات المتحدة يحتاج إلى تغيير تجاه موسكو. كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واجه الأسبوع الماضي تحذيرا للغرب بشأن الحرب في أوكرانيا، وأعلن قرار روسيا تعليق مشاركتها في معاهدة ستارت الأخيرة بعد اتهام الغرب بالتورط المباشر في محاولة ضرب قواعدها الجوية الاستراتيجية. أعلن دينيس بوشلين رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية الموالية لموسكو أن كل الطرق المؤدية إلى باخموت باتت تحت السيطرة. في المقابل قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن الوضع يزداد صعوبة حول المدينة. الوضع في باخموت يزداد صعوبة، هكذا حذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. الوضع يزداد صعوبة حول مدينة باخموت وهي نقطة تركيز التقدم الروسي في شرقي أوكرانيا. الدفاع الجوي يكتمل عندما يكون لديه طائرات حديثة، ونحن لا نستطيع الدفاع عن أجوائنا إلا إذا تم إنهاء تحريم متعلق بالطيران. والمعركة للسيطرة على مدينة باخموت الصناعية في شرق أوكرانيا هي الأطول التي خاضتها روسيا منذ بداية العملية العسكرية قبل عام، وتعلق موسكو أهمية كبرى على السيطرة على المدينة، لكن مراقبين يعتبرون أن هذا الأمر لن يعد كونه رمزيا انطلاقا من الأهمية الاستراتيجية المحدودة لها. وأعلن دينيس بوشيلين رئيس جمهورية دونيسك الشعبية الموالية لموسكو أن كل الطرق المؤدية إلى باخموت باتت تحت السيطرة النارية للقوات الموالية لروسيا. وذكر حاكم لوغانسك سيرهي هايدي أن موسكو كثفت القصف وهجمات المشاة في مناطق بيلوهوريفكا وسيفاتوف كوبيانسك وكريمنا المحاصرة، وتسيطر روسيا على منطقة كبيرة من إقليم لوغانسك الذي يشكل النصف الشمالي من إقليم دونباس في شرق أوكرانيا. وفي الغرب أسفر هجوم روسي بمسيرات عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص في خليمينيتسكي حسبما أفاد رئيس بلدية المدينة. وفي المقابل أعلنت أوكرانيا إسقاط 11 من 14 مسيرة تستخدمها القوات الروسية. وأكد قائد الجنوب أن التهديد بشن هجمات صاروخية لا يزال قائما مع استمرار الروس في عمليات الاستطلاع بحثا عن تكتيكات هجوم جديدة بالصواريخ. وأشار إلى أن قوات روسيا تواصل قصف الضفة اليمنى لدنيبرو في خرسون وعدد من المجتمعات في منطقة ميكولايف. أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين التي تزور كييف عن تحويل 1.2 مليار دولار لدعم موازنة أوكرانيا لمساعدتها من خلال تخفيف الضغط عن مالياتها. وأوضحت الوزيرة أن هذه هي الدفعة الأولى من نحو 10 مليارات دولار لدعم الموازنة ستقدمها الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة. ووفقا للوزيرة يلين، قدمت الولايات المتحدة 50 مليار دولار مساعدات أمنية واقتصادية وإنسانية لأوكرانيا في عام 2022، مما يجعل واشنطن أكبر مانح لكييف. التقى وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين اليوم رئيس أوزبكستان قاسم جومارت توكاييف، وذلك خلال جولة له في دول آسيا الوسطى تهدف إلى تعزيز دور الولايات المتحدة في هذه المنطقة، حيث تثير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مخاوف عدة. كما أكد بلينكين خلال لقائه نظيره الكازاخستاني مختار تيلوبريدي دعم واشنطن لسيادة كازاخستان التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي السابق في عام 1991. ومن المقرر أن يلتقي بلينكين في الأستانة أيضا وزراء خارجية الجمهوريات السوفيتية السابقة الخمس في آسيا الوسطى، وهي أوزبكستان، قرغيزستان، طاجكستان، تركمانستان، بالإضافة إلى كازاخستان. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب ألقاه بقصر الإليزي عن تخفيض ملحوظ مرتقب في عدد القوات العسكرية الفرنسية في إفريقيا، وتبني نموذج جديد للشراكة يتضمن تصاعد قوة الدول الإفريقية.
يأتي خطاب الرئيس الفرنسي قبل جولة في 4 دول إفريقية وهي الجابون، أنغولا، الكونغو وجمهورية الكونغو، حيث أوضح ماكرون في الخطاب الخطوط العريضة لاستراتيجية بلاده الدبلوماسية والعسكرية في إفريقيا والمسار الذي يعتزم اتباعه خلال فترة ولايته الثانية. انتشل رجال الإيقاف 3 جثث أخرى بعد غرق قارب كان يقل مهاجرين إلى أوروبا إثر اصطدامه بصخور قبالة سواحل جنوب إيطاليا، ليرتفع عدد القتلى إلى 62 قتيلا. في تطور جديد لأزمة غرق قارب عند سواحل إيطاليا، بعثت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني رسالة إلى قادة الاتحاد الأوروبي تدعو فيها التكتل إلى اتخاذ إجراء فوري لوقف رحلات المهاجرين بالقوارب إلى أوروبا. وفي تصريحات لها بعد حادث تحطم قارب أودى بحياة عشرات الأشخاص من المهاجرين قبالة سواحل جنوبي إيطاليا، قالت ميلوني إن الطريقة الوحيدة لمعالجة تلك القضية بجدية هي وقف الرحلات المغادرة. تلك التطورات تأتي بعدما قام رجال الإنقاذ في إيطاليا بانتشال عدد من الجثث من القارب الذي كان يقل مهاجرين إلى أوروبا وغرق بسبب اصطدام بالصخور وسط طقس متقلب، ليرتفع عدد الضحايا إلى أكثر من 60 شخصا من بينهم أطفال. كان القارب المنكوب قد غادر من ميناء إزمير غربي تركيا قبل أيام، ورصدته طائرة تديرها وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي على بعد 74 كيلومترا قبالة سواحل إيطاليا. وبحسب تقارير فإن الغالبية العظمى من قوارب المهاجرين أبحرت من شمال إفريقيا، لكن أعدادا متزايدة غادرت من تركيا على مدار العامين الماضيين بما يمثل 15% من إجمالي الوافدين. في مدينة غزة يحول فنان فلسطيني قطع الخردة المعدنية والأدوات التي لم تعد صالحة للاستخدام إلى أعمال فنية. في منطقة المغراقة جنوبية مدينة غزة يحول الفنان الفلسطيني عساف الخرطي قطع الخردة المعدنية والأدوات التي لم تعد صالحة للاستخدام مثل القطاعات والمفكات المستهلكة إلى أعمال فنية. هاي الخردة أو القطع الحديدية أو العدد الغير صالحة للاستعمال المتروكة في كل مكان أو استغنى عنها المجتمع في سبيل انه هي اصبحت غير صالحة للاستعمال، فهي الشغلة انه حبيت ان انا اعمل منها مجسمات تخدم قضيتنا، تخدم القضايا المجتمعية، او ان انا اركز على مشاكل قطاع غزة بحد ذاته. ومن بين ابداعاته حقيبة من الخردة المعدنية ومنحوتة لشخص وحقيبة اطفال مدرسية. كل قطعة حديدية لها دلالة معينة، إذا كان في العدد اللي أنا بستخدمها بحب أنها تكون موجودة في كل عمل، اللي مثلا زي الزرادية أو القطاعة أو المفاتيح أو المفكات، يعني هاي القطع بتخلي قرب بين المشاهد وبين العمل، بيصبح العمل مألوف لإله. ويوضح الخرطي أن أعماله الفنية تمثل الحياة اليومية للشباب الفلسطيني الذين يعيشون داخل غزة ومعاناة أولئك الذين هاجروا، ويعيش حوالي 2,300,000 نسمة في قطاع غزة تحت ضغط حصار إسرائيلي مستمر منذ 15 عاما. مشاهدينا، نشرتنا انتهت. هذه التذكرة بأهم العناوين التي وردت بها. الرئيس السيسي يؤكد حرص الدولة على اتباع أرقى المعايير في انتقاء أفضل المتقدمين للوظائف العامة. روسيا تقول إن كل الطرق المؤدية لباخموت باتت تحت السيطرة، وزلينسكي يؤكد صعوبة الوضع حول المدينة. قبيل جولة في 4 دول إفريقية، الرئيس الفرنسي يعلن عن تبني نموذج جديد للشراكة مع إفريقيا. نشرة انتهت، دمتم في أمان الله.